دورة جديدة في عالم الصناعة، نتحدث عن الطباعة ثلاثية الأبعاد التي دخلت في كافة تفاصيل حياتنا اليومية. تعرفوا معنا على من كان بالأمس افتراضياً وبات اليوم واقعاً ملموساً. لم تترك الطباعة ثلاثية الأبعاد مجالاً وإلا دخلت فيه، فحجم سوق هذه التقنية في عالم صناعة الطائرات حالياً يقارب 120 مليار دولار، والتوقعات تشير إلى نمو يقترب من 250 مليار دولار بحلول 2020. فبعد أن كانت تقتصر على صناعة أجزاء من المحركات وأجزاء صغيرة أخرى من الطائرة، تم مؤخراً الكشف عن أكبر مكون لمقصورة الطائرة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو نتاج تعاون مشترك بين إيرباص وأوتوداسك، الشركة المنتجة لبرامج الرسم الهندسي والتصميم ثلاثي الأبعاد. نستخدم اليوم تقنيات عدة في التصنيع، ونجحنا في العام الماضي باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد بكثرة في أجزاء طائراتنا بسبب سرعة هذه التقنية في توفير الوقت. نبحث اليوم تطوير مادة التيتانيوم كي تتلائم مع الطباعة ثلاثية الأبعاد. أعتقد أن عام 2020 سيكون مصيريا لنا في هذا المجال ونقلة نوعية في عالم الطيران. في هذا المشروع تخطينا حدودا عدة في عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد، دخلنا في تفاصيل التفاصيل كي نحول التصميم إلى منتج حقيقي قابل للاستعمال في هياكل الطائرات. عملية التصميم والتصنيع لمكون المقصورة تجعل من الهيكل أكثر قوة وأخف وزنا، مما سينعكس إيجابا في الحد من استخدام الوقود. وعند تطبيقه على كامل المقصورة، فإن إيرباص تتوقع أن تحد طريقة التصميم الجديدة من انبعاث 465 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون كل عام، أي ما يعادل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من حوالي 96 ألف سيارة ركاب لمدة عام. ولا شك أن هذه التقنية ستكون اللاعب الأول والأخير في طائرات المستقبل. من لاس فيغاس، مريم صليبة، سكاي نيوز عربية.